قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. في درجة الحرارة دفع بالعديد من أصحاب محلات بيع المثلجات بيعتي موشنت إلى بعض نشاطهم الموسمي هذه السنة، ولكن يبقى إقبال التيموشنتيين على مختلف أنواع المثلجات ضعيفا نظرا للتخوفات من أي تقلبات جوية محتملة، كما البعز عبيد وحميد عوضي في هذا التقرير. مع ارتفاع درجة الحرارة تسارع العديد من أصحاب محلات بيع المثلجات بعين تيموشنت إلى بعض نشاطها الموسمي هذه السنة، رغم ذلك يبقى إقبال التيموشنتيين على مختلف أنواع المثلجات ضعيفاً. كومونسينا نخدموا مواطنين كومونسيو جا شوية حموان، هاد اليوم جا شوية حموان شوية بكري. الحمد لله كاين، رانا نسلكوا شوية بلا نديروا لا تيراس، لا تيراس مازال ما درنا. ونديروا دي دوسي باش نخدموا، عارف سد فاميلي كنت خدام هذه ولي كرم راه كاين، راهم يجوا لي كاميون يجيبونا مع الجي. انا في واحد الانسمان ولا من حيت حلينا بدات السخانه شويه وكل شيء، يعني كاين اقبال تاع المواطنين تاع لي كليون الزبائن تاعنا، كاين اقبال خاطر حنا رانا موالفينهم، هذه رانا في بزاف حالين هنايا. رغم أن فتح أبواب المحل يبقى لغرض تجريب الآلات الخاصة بصناعة المثلجات وحفظها من أجل ضمان سير الموسم الاصطيافي. الكلاصة هذوما هذيك كريم اللي معروفة من بكري، مسمينها حباش على السبورتات تاع سيرتي، كلب سيرتي، شباب تيموشن ستاديو، يخدم لي بون كاليتي، عندها دي كلاص شابين، سي بوغ سا تلقى كريم اللي توجور معمرة هنا. وحنا ولفنا البلاصة هذي كما كنت شايف أنا وصاحبي ولاد حوما كاع جونا كلنا هنا. حوما جا بكري هذا العام وسمح لنا توجور تبعوا الكليما كذا. كل يوم بردوا هنا مشروبات، لاكريم، ديجي وصالح. الإقبال على المثلجات يعود لارتفاع درجة الحرارة مؤخرا، غير أن الحذر يبقى واجب بعدم الإفراط في استهلاكها. لتصلك آخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.